هلا والله فلوق جديد. اليوم حيكون الفلوق عبارة عن معلومات جامعية، معلومات عن مدارس اللغة وغيرها. فجيت هسه على مكتب يقدم خدمات جامعية، فرح ناخذ من عندهم كل المعلومات اللي نريدها. هذا المكان اللي هساني بيه جامعة كلش مشهورة بكندا اسمها الـ SFU. من افضل الجامعات بفانكوفر رقم 2 بعد جامعة اليو بي سي. مكتبة هنا، هاي المكتبة، هاي هساني بالداون تاون قلب مدينة فانكوفر. هذا هو مكتب القبولات، ما شاء الله شوف الشهادات من افضل الجامعات. للاسف اليوم مديرة المكتب مو موجودة، بس اتصلت بها واخذت افضل المعلومات المركزة للتقديم على حسابكم الخاص. تركت الداون تاون وجيت هنا قريب على منطقتنا، لان بالداون تاون هوسة وازدحام واصوات عالية، فجيت هنا قريب علينا وهم جيت اطير الطيارة. وتوصلني أسئلة بخصوص معاهد اللغة بفانكوفر عن أسعارها، عن شلون واحد يعيش ويا العائلة، ايش قد يدفع على العائلة، ايش قد يدفع لمدرسة اللغة وغيرها. نجي على أول نقطة اللي هي معاهد اللغة فانكوفر كلش هواية، بس نجي على المعاهد التجارية. تقريبا 8 معاهد تجارية صايرة وسط فانكوفر بالداون تاون. نظام الدراسة هنا يحسبوه بالأسابيع مو بالأشهر، أقل شي لازم 4 أسابيع وأكثر شي لازم سنة. تكلفة الدراسة بأحد معاهد اللغة يكلف من 900 إلى 1200 دولار كندي بالشهر الواحد، يعني 4 أسابيع. كل 1000 دولار أمريكي يعادل 1200 كندي تقريبا، كل 1000 دولار كندي يعادل تقريبا 3000 ريال سعودي، ويعادل 1 مليون دينار عراقي. بالنسبة للسكن مع عائلة كندية يكلف بالشهر تقريبا من 850 إلى 900 أو 950 دولار كندي، شامل غرفة خاصة ووجبتين طعام، بس الحمام مشترك. وإذا تردون طلبات خاصة مثلا أكل حلال وغيرها يضيفون تقريبا من 50 إلى 100 دولار بالشهر الواحد. طبعا هاي أسعار الغرف الخاصة والخدمات مع عائلة كندية، هاي مو بالداون تاون، هاي بمنطقة بيرنبي قريبة على الداون تاون. يفضل السكن بهاي المنطقة لأن الداون تاون طبعا كلش غالية، الغرفتين أو الغرفة الوحدة تقريبا 1600-1800، الغرفتين أغلى بعد. فينصح السكن ببرنبي، وينصح بمنطقة جويس ومنطقة نانايمو خاصة قرب السكاي ترين أو المترو، حتى تصير سهلة عليكم الروحة والجاية للداون تاون. قبل أن أنزل هسه وروح نطير الطيارة أنصحكم نصيحة، لما تردون تقدمون على معهد تشوفون الكلاس شقد بيه عرب، لأن هذا الشيء كلش مهم. كل ما يكثرون العرب مثلا 5 وفوق أو 7 كل ما المعهد بالنسبة لك ما راح يفيدك، لأن راح تقوم تحكي عربي ويا جماعتك وتسأل براكتس مالتك ويا باللغة الإنجليزية، فهذا الشيء لازم تخلوه بالحسبان. هاي الأجواء هسه بالمكان اللي راح أطير به. تشوفون هناك المكان البعيد ما بي أحد، حتى شنو مكان واسع، حتى لما يصير شيء الطيارة ترجع وما تخطأ. هاي الطيارة ما بك زين، هذا شنو؟ من يعرف؟ هذا السنجاب خليني لك فه دسوي ولا ابراهيم يلزمك. Misty mountains, dusty roads ahead. Crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above. Of light and love, giving peace of mind.
احلى شيء بالطياره هسه الطياره معلقه بالسماء مثل ما تشوفون. ايش راح اسوي؟ راح اقولها ارجعي، خلينا نشوف ترجع لا لا. شويه خطا، اهم شيء طيارتها، لان من زمان ما نطيرها وسويت ابديت تحديث نازل، فقلت اشوف شكو ماكو شيء جديد، كلها كلاوات. بالنسبة للدراسة، أرجع لموضوع الدراسة، أنت لازم تقرر شنو تريد تدرس. تدرس محادثة، سبيكينج، لو لسنينج، لو رايتينج، لو ريدينج. إذا تريد تقوي الجرامر لازم تدرس بس رايتينج وريدينج، وإذا تريد تقوي المحادثة لازم تدرس لسنينج وسبيكينج. فأنت قرر شنو تريد. أكو هيك مدارس الهيج وأكو مدارس الهيج. للدخول للجامعة هنا بكندا أكو طريقين فقط، اما الايلس اللي هو اقل درجه 6.5 يعني 6.5 6.5، واذا اقل لازم قبول مشروط او تروحون لامريكا حتى 4 يقبلون. اما الباثوي معناته لما تخلصوا تقدرون تدخلون لاكثر من جامعه تقريبا مثل الايلس، بس الايلس افضل لان اذا اخذتوا 6.5 اغلب الجامعات حتوافق. الباثوي الى طريقين، اكاديمي، والطريق الثاني اللي هو التجاري اللي حكينا عنه من 900 الى 1200. الاكاديمي شنو؟ الاكاديمي يصير بداخل الجامعه، لما تخلصون هذا المعهد تروحون الهاية الجامعه اللي درستوا بها بهذا المعهد، معهد اللغه. اما التجاري، التجاري اهم شيء انتبهوا على شيء، اكو معاهد تجاريه تخلصون وما راح تقبلكم جامعات، فلازم تسالوهم عندكم باثوي وشنو الجامعات اللي مسوين اتفاقيات وياهم اللي تقدرون تقدمون عليها حتى تشوفون التخصصات اللي تريدوها. اهم شيء، اهم شيء اللي هو التخصص لازم تختاروه قبل لا تدخلون للمعهد حتى تقدرون تعرفون وين حتروحون وتختارون الطريق الصحيح من البدايه حتى توفرون عليكم الوقت والفلوس. فانت لازم تختار التخصص اللي تريده قبل لا تدخل للمعهد. انت شنو تريد تصير؟ اذا مثلا تريد تصير اداره واقتصاد، او مثلا تريد تصير اداره اعمال، فلما تريد تصير اداره اعمال تروح على مواقع الجامعات، موقع وتشوف شنو التخصصات الموجوده. مثلا فرزتهم طلعا 3 جامعات بفانكوفر او 4 جامعات، فراح تقلص. من راح تقلص؟ راح تشوف المعاهد مالتهم شروطهم. طبعا هنا الاكاديميه يعني الجامعه دائما لازم مستوى عالي باللغه يلا يقبلون، ودائما السعر مدبل يعني ضعف الاعتيادي، تقريبا 1500 او 2000 دولار هيك شيء. اجيت هسه على مطعم عراقي اسمه السندباد، مطعم جديد فريد جربه. اهلا، ها منو؟ انا عموري. ابو مريم شلونك؟ مشتاق مشتاقين؟ يقول لك سندباد الكباب والشاورما فد شيء، بس جرب وشوف. يلا جرب وشوف بس حسوي له. يلا صار ايش قد مو شايف فيك؟ اي والله صار 3 سنوات، مو 3 سنوات، 3 سنوات والله. من جيت اول ما جيت؟ اي يلا راح انتظرك، ترى الجوع عندي اقرا الف. الله يسلمك. انا اجيب لك صحون، اي شكل وشاورما. شد الريش عادة تصير عليها اتش بي، احنا نسميه صاص بالعراق. هو صاص اتش بي. اي اتش بي هذا الريش. عاشتي. والكباب عليه السماق زين، وهاي لازم اخلي عليها طرطور دقيقة واحدة. شنو هاي الفيكات؟ هاي ريش وكباب، هذا الدلال الزين. هذا هنا لازم يصير. شو اسمه؟ طرطور. استاذ بعد انت يابا خبير اكل منه، الله يخلقك. الف عافيه. الله يعافيك. ضربنا المشاوي، طبعا الريش عنده فشي الا غلط، الريش وتكه الدجاج خرافي. نرجع الموضوع مدارس اللغه والتقديم على الجامعات، كل ما تبعد عن وسط فانكوفر كل ما القبولات تصير اسهل، وخاصه بالمناطق البعيده والثلجيه. موضوع التاشيره بالنسبه للطلاب السعوديين، اذا ناوي تبقى بكندا اقل من 6 اشهر تقدم على فيزا سياحيه تطلع لك عادي،
واذا اكثر من 6 اشهر تقدم على فيزا الطالب هم تطلع لك بسهولة. ما ذكرت اغلب الدول لان اغلبها ديجيها رفض عدا السعودية وبعض الدول الخليجية. بالنسبة للعمل داخل كندا بالنسبة للطالب هنا شروط شوية معقدة، الا اذا كنت طالب جامعي تقدر تعمل 20 ساعة بالاسبوع يعني بار تايم. اللي جاد بالموضوع من صدق ويريد يدرس ضمن النقاط اللي ذكرتها اليوم راح اخلي لكم ايميل المكتب اللي زرته اليوم، مكتب الخدمات الطلابية، راسلوهم عندهم خدمات كلش حلوة، عندهم خدمات مجانية من ضمنها استقبال بالمطار مجاني ويوفروا لكم قبول مجاني، عندهم إمكانية السكن مع عائلة كندية، يسوي لكم تأمين طبي، يوفروا لكم شريحة هاتف وغيرها من الخدمات. وإذا عندكم فقط استفسارات وغيرها راسلوهم على الإيميل وهم يجاوبوكم، حتجاوبكم الأخت هبة مديرة المكتب. ما سمعت دراني جيت. هاي منو الحلوة؟ بابا. هلا بألونة. ألونة أحلى من ماسة. هلا هلا بالغالي، يحبني هو الغالي. اي عدها هي مهم وبايل عدها، ترى مو بس انا عندي قاعدة تشوفكم. شوفوا هاي الاغنية بس اشغلها ماسة تقوم ترقص. يلا هلا. Life is life. هلين هم ترقص وياها يا ما الشعر ما ادري ايش بيه. هذا غير رقص هذا. هز هز انت ابراهيم ما ترقص؟ نو. وليش هاي تسوين واحد توقعين؟ الزموها. قولي باي باي. Misty mountains, dusty roads ahead. Crossing.